للأسف الشديد بعض الناس يرميه في الزبالة ولا يتركه. ثانيا نفس المفهوم عند الخبز، بعض الناس الخبز حق يعني الذي حصل عليه أمس ما يأكله اليوم يعتبره فايت، وهذا خطأ طبعا، خطأ في المفاهيم، خطأ في أيضا تاريخ الصلاحية، تاريخ الصلاحية للمعلبات والمواد الغذائية هو افتراضي وليس حتمي وليس أكيد. بعض الناس يعتقد أنه لا زال يوم واحد كأنه قرآن منزل أو كأنه تسمم، هذا مو صحيح. الحفظ الجيد للأطعمة يطيل مدة الصلاحية حتى ولو انتهى التاريخ المكتوب على العلبة أو على الكيس أو العبوة، نحفظه جيدا بالثلاجة، نحفظه جيدا بالفريزر، نقوم بتجنيبه الرطوبة والحرارة فيستمر صلاحيته ويصلح أن يوكل يوم يومين أو خمسة أيام ستة أيام أو حتى شهر شهرين بعض المعلبات. نعم. السلوك الذي جعل الناس يرمون غداء الأمس وعشاء الأمس أو الخبز الذي يبقي هو سبب هذا الهدر، سبب الإسراف وسبب يعني أننا تصدرنا للأسف الشديد العالم في الهدر في الأطعمة.